والله ونحن في بحر الرايس اسمع الجديد، اسمع الكسرة من الشيخ عبد الله بن عتيق المحمادي، يعطيه العافية ابو صالح. اسمع عجيب يا جلسة الرايس في جو البحر الخلاب، ما تمل من جلسة الجالس ما دمت قاعد مع الاحباب. صح لسانك عم عبد الله. لسانك عم عبد الله. اي والله الله يدي العافيه ان شاء الله. اي والله الله يسلمك خليك ان شاء الله حبيبي. والله يسلمك لسانك عم عبد الله ابو صالح، الله يقوم بالصحه والعافيه. اي والله. وجاء الرد ما شاء الله الشيخ عبد الله، جاء الرد من احمد غازي للشيخ ابو صالح. يا مرحبا يا شيخنا الفارس، دايم لشعرك نحسب حساب، يلي بشوفتك نستانس، طريق حافظ ابد مقام. مقام اي والله صح لسانك. تستاهل ابو صالح. اي والله. الله يستاهل، الله يجمع له بين الاجر والعافيه ان شاء الله، يقوم بالسلامه. اي والله الله يجزيه يقوم بالسلامه يا رب. سبحان الله، فوائد ماء البحر. اعطينا ابو سعود ايش الفوائد؟ فوائد ماء البحر للبشره. إيه؟ طيب، علاج للالتهاب، الالتهابات طبعا وحب الشباب. مقشر للبشرة، طبعا علاج لانتفاخات العينين. سبحان الله، يعني الواحد لو غسل فيها عادي مفيدة. أيه. فرك للبشرة. حلو. تبخير البشرة، تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، تنقية البشرة من السموم، ويقول لك فيه كمان غسول للفم. سبحانك يا رب، هذا كله من ماء البحر، شايفين والله فائد. ها؟ وفوائد أخرى كمان. صحيح. والله شيء سبحان الله. أجواء الرايس